السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد. ازيكم يا جماعة؟ يا رب تكونوا بخير وفي أفضل حال. النهاردة إن شاء الله جاي لكم فيديو جديد ووصفة جديدة هنعملها على الأكل النهاردة بإذن الله وعلى المية. يعني الوصفة بتاعتنا هتبقى على المية وعلى الأكل إن شاء الله. ليه؟ لأنها بإذن الله هتبقى وصفة تسمين رفع مناعة، هتبقى بتعالج كل المشاكل التنفسية والمعوية وكل الحاجات دي بإذن الله. فإحنا إن شاء الله عملنا الحاجات دي كلها وهنحطها لكم بإذن الله في قلب وصفة. في نفس الوقت ان هي بتسمن معاكي الفرخ، بتخلي الفرخ ما شاء الله كويس جدا وشايل وزن كويس. لو انتوا حتى ملاحظين النهارده ما شاء الله الفراخ يمكن الحجم بتاعها متغير عن الحلقه اللي فاتت، يعني ده يمكن يعني لو الناس فعلا ملاحظه هتلاقي فعلا في فرق. ليه؟ لان الفرخ ما شاء الله ابتدى ان هو بقى خلاص يشيل لحم، فالفتره دي يا جماعه ده فتره تسمين. يلا كده يا جماعه بقى نسمي الله ونضغط لايك للفيديو. عايزه كل حبايبي اللي بيشوفوا الفيديو يضغطوا لايك للفيديو، وتعالوا يلا نشوف الوصفه بتاعتنا. ويا ريت يا جماعه اللي لسه بتشوف قناتي يا ريت يعمل اشتراك للقناه ويفعل الجرس عشان ان شاء الله يوصلوا مني كل جديد. يلا كده يا جماعه نخش الفيديو بتاعنا النهارده وهنشوف ايه هنعمل في ايه النهارده. الناس دايما اللي هي بتسال طب يا ام شيماء نغير الفرشه يعني بتاعتنا كل قد ايه؟ هتشوفوا قدامكم الفرشه يا جماعه دلوقتي، الفرشه بتاعتنا ديت محتاج ان هي تتغير. انا ما رضيتش اغيرها الا ما اوريها لكم برده عشان الناس اللي هي بتقول لي طب اغير كل قد ايه او ما تبقى عامله ازاي. انا يا جماعه قلت لكم يعني لو الفرشه بتاعتهم مفروله كده وناشفه خلاص سيبوهم عادي. لو الفرشه زي ما انتم شايفينها بقى كده هي يعني مش ما هياش اول حاجه، بس انتم طبعا عارفين ان الجو حار وممكن الريحه تطلع على عينيهم تتعب عينيهم وتعمل مشاكل لهم، لان ده فيها ريحه امونيا، وريحه الامونيا دي يا جماعه بتبقى يعني صعبه شويه، بتبقى عامله زي ريحه النشادر كده. تمام؟ فزي ما انتم شايفينها كده ده دلوقتي انا هبدا انضفها، بس ان شاء الله بعد ما اخلص معاكم الفيديو. فانا سبتها مخصوص ما رضيتش انضف قبل ما يعني قبل ما ابدا معاكم الفيديو علشان الناس اللي هي بتقول لي انضف ازاي او كل قد ايه. انا ما بحسبش يا جماعه كل قد ايه، انا كل ما بلاقيها زي ما انتم شايفينها قدامكم كده بقوم شايلاها وعامله طبقه جديده. لو هي مفروله كده لسه وناشفه بقوم كب عليها ايه يعني فرش عليها شويه نشاره على اساس ان هي تبقى ناشفه. انما دلوقتي كده يا جماعه طالما هي خلاص لزقت كده في الارضيه يبقى المفروض ان هي تتشال. تمام؟ يعني انا سايبه الشباك مفتوح اهوت علشان هي لو كانت الدنيا مكتمه ببعضيها كانت ممكن الريحه ديت مع صاد الفراخ كانت ممكن تتعبهم. فانا ان شاء الله بعد ما اخلص معاكم الفيديو هقوم شايله منظفه ده خالص، وبعد كده هحط لهم فرشه نظيفه. طول ما الفرخ ماشي كويس وطاقته نضيف والتهويه تحت مظبوطه عمر الفرخ ما هيتعب معاكي ولا هيجي له كوكسيديا ولا اسهالات ولا الكلام ده كله. تمام؟ ممكن انتوا لو ملاحظين كمان طول النهار انا طافيه اللمبه ما بقى يعني ما بقيتهاش كده الا المغرب، لانه طبعا الجو بقى حلو ما شاء الله بقى كويس دلوقتي، مش محتاج ان انا بقى اقفل عليهم وايدي اللمبه ولا حاجه. انا النهارده يا جماعه متعمده ان انا اقول لكم الكلام دوت علشان في ناس كتير بتشتكي ان الفراخ عندها بتموت فجاه، فعلشان كده هو كده كده اساسا يعني يعتبر في فيروس في الجو يعني يمكن منتشر في عند معظم الناس، وفعلا ناس كتير طيورها ماتت. فانتوا خلي بالكم ما تخلوش دايما التهويه مباشره عليهم، يعني لو انت فاتحه الباب كده اقفلي بس نص قفله، ودايما خلي التهويه تبقى يعني زي ما انتوا شايفين كده عندي مش مخليها مباشره. التهويه يا جماعه من فوق اهي، فعلشان الهواء دوت طبعا بيبقى مليان فيروس مليان ميكروبات الحاجات دي كلها، فعلى طول دايما طهري المكان، رش شويه جير تحتهم، خدي بالك من الحاجات ديت. دايما يا جماعه يعني الثوم والبصل والليمون دوت ما تقطعش من عندنا، لان هو ده يعتبر مضاد سموم. بدل ما اقول لك اشتري مضاد سموم من عند البيطري، احنا يعتبر كده بنعمله على ايدينا واحسن كمان من اللي انت هتجيبه من عند البيطري. شويه خل في الميه دايما باستمرار، وكنت دايما اقول لكم ما تفوتوش ولا يوم، يعني ممكن تريح يوم او يومين بس في الاسبوع، بس دايما باستمرار حط خل في الميه. الخل ده يا جماعه ده مضاد سموم وبيحمي الفرخ معاك. خل عصرة ليمونة الحاجات دي كلها، عندك خل تفاح ده هيكون احسن وافضل. تمام؟ فاحنا النهارده يا جماعه عاملين لكم خلطه تسمين كويسه جدا جدا. كنتوا طبعا متعودين معايا ان انا بعملها بالخميره، بس انا النهارده اتعمدت بالذات ان انا ما اعملهاش بالخميره. هعملها وصفه قبل كده لان ان شاء الله هعمل الوصفه دي مرتين في الاسبوع. اول مره اللي هي هتبقى النهارده ديت ده انا هعملها لكم بالكركم، ثاني مره ان شاء الله ده هتبقى بالخميره. تمام؟ دي احسن واسلم حل علشان الفراخ تبقى صحتها كويسه معاكي وتسمن معاكي الفراخ في نفس الوقت. فتعالوا بقى نشوف احنا عملناها ازاي. حطوا لايك يا جماعه اللي لسه ما عملش لايك، ويلا بينا نشوف وصفتنا.
ودلوقتي يا جماعه هنجهز الوصفه بتاعتنا. وصفتنا النهارده هتبقى وصفه تسمين ورفع مناعه. النوبه اللي فاتت عملتها لكم بالخميره، ان شاء الله النهارده هنعملها بالكركم. الكركم ده يا جماعه ده كويس جدا، وقبل كده قلت لكم ان هو يعتبر صيدليه كامله فيها كل حاجه وبيعالج كل حاجه، تمام؟ فمبدئيا كده انا معايا علبه الزبادي اهيت، فان شاء الله اللي انا قلت لكم، لان في الوقت دوت احنا عايزين حاجه تسمن الفراخ معانا. ده هنحط العلبه كلها لان انا هحط منها على الميه وعلى الاكل. لو عندك لبن رايب ومش عايزه تجيب زبادي ينفع برده ويمشي بقى كويس جدا. ده كده اهي معايا برده معلقه كركم، معلقه برده كبيره كده، ومعايا العسل الاسمر، حط برده كده اهو معلقه كبيره عسل اسمر بس عشان هو كان في التلاجة. دي كده يا جماعة معلقة عسل اسمر اهي، احط معلقة كمان صغيرة عشان نكتر ولا حاجة، لان الوصفة دي يا جماعة ديت انا احط منها على الاكل وعلى المية. فانا بعمل بمعلقة شاي دلوقتي، لو انت عندك معلقة اكل كبيرة اعملي بيها معلقة واحدة وخلاص. اه. هدوب بقى كل الخليط دهوت اللي احنا عملناه ده. ده يا جماعه خلطه تسمين ما شاء الله كويسه جدا من الاخر. هقول لكم على حاجه برضو عايزاكم تعملوها، يعني مره بالشكل اللي احنا عملناه دهوت ومره بالخميره، يعني بدل الكركم ممكن تعملي خميره، اعملي مره كده ومره كده على اساس ان انت بتعملي لهم مضاد حيوي ورافع مناعه وخلطه تسمين، كل ده يا جماعه في نفس الخلطه اللي احنا عملناها دي. فدلوقتي كده جهزت معايا، بنقلبها كويس جدا يا جماعه. كده خلاص الوصفه جهزت معايا، تعالوا بقى نعملها للفراخ ونشوف الوقت بنعملها مع بعض ازاي. وده يا جماعه الوصفه بتاعتنا اهيت، بعد ما عملناها زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده، يمكن اول مره تشوفوها معايا وانا عاملاها بكركم. تعالوا بقى نحط بقى على الاكل الاول عشان نحط لهم ياكلوا. وده يا جماعه اهيت حطيت نص الوصفه على العلب زي ما انتم شايفينها بالشكل ده كده، وهبدا برضو ان انا اقلبها. انا عايزاها مفروله، مش عايزه الوصفه تبقى كتير ولا حاجه على العلب، انا عايزاها تبقى مفلفله كده اكنك مش حاطه عليها حاجه. جات منك كتير ممكن تزودي انت العلب. زي ما انتم شايفين كده، شايفين العلف عامل ازاي مفلفل ولا اكن حطيت على حاجه. ده بقى يا جماعه ده النص الباقي انا عملته بالميه اهوت علشان اعرف انزله على ميه الطيور. ودلوقتي يا جماعه حطينا الميه اهيت، والفراخ ما شاء الله بدات تشرب وبدات تاكل برده من العلف اللي احنا حطيناه ده. يا جماعه احسن واقوى خلطه تسمين احنا ممكن نعملها، ده اول مره هنعملها لهم دلوقتي. تاني مره ان شاء الله هنفوت يومين كمان ونعمل تاني ايه تاني مره اللي هي بتاعه الخميره. ودايما على طول يا جماعه باستمرار ما تنسوش الخميره، اليوم اللي انا ما بصورش فيه حطوا فيه خميره على الاقل، ما تفوتيش اعملها يومين اتنين في الاسبوع. الخميره دي هتخلي عندك احجام واوزان احسن من اللي عندي كمان، تمام؟ فان شاء الله يمكن بعد كده الوقت يعني على الوصفه الجايه ان شاء الله، على ما نحط الخميره في قلب العلب بعد كده باذن الله هتبقى الخميره يا جماعه في قلب الميه. إيه ما عنديش هنحط لها العلب بقى ولا حاجه، لان في الميه هتفيدهم احسن من يعني من ان احنا نحطهم على العلب. إيه الاكل قدامهم اهوت، وهسيبهم ان شاء الله طول النهار قدامهم. يمكن النهارده اللي انا نسيت ان انا احوش من قدامهم الاكل، لان طبعا يعني رمضان كريم بقى كنت طبخ بقى في المطبخ طول النهار وكده، فانا يا دوبك جيت اصور لكم كده وما نسيت خالص ان انا احوش لهم الاكل من قدامهم، لان كل يوم ببقى شايل لهم ساعه كده، فعند ما باجي اعلفهم تبص تلاقيهم مجبرين على الاكل اكتر على الاكل اكتر. فاحنا ان شاء الله هنسيب لهم بقى الاكل والميه يشربوا منه. الوقت يا جماعه الفراخ ما شاء الله كل يوم بشكل، فانت يعني اللي عليك ان انت على طول دايما باستمرار الوصفات دي دايما ما تسيبهاش، حتى لو كنت انت في الاول بتقللي من الوصفات دلوقتي على طول دايما تكتري من الوصفات.
تمام. فباذن الله برضو استنونا بكره في الفيديو الجاي، هعمل لكم خلطه كويسه جدا هتبقى برضو للتسمين. وده كان الفيديو بتاعنا النهارده، اتمنى يا رب يكون عجبكم. واللي لسه ما عملش لايك للفيديو يا جماعه يضغط لايك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.